تعمل مثلا في بيراميدز مثلا لو عايز يعمل ده عمله ده هناك فرصه ان هو قلب نفسه قلب نفسه ان كبريات الشركات رأت في الاستثمار طبقا لان النادي يعني منسوب لاحد الاشخاص المحترمين طبعا الاماراتيين واللي طبعا بنحبذ ان الناس دي تيجي بلدها الثاني مصر. لكن انت الحمد لله انك قلت كبريات يعني بقى كبريات ايه الشركات راحت فين في الاخر يعني على نادي شايف ان في نجوم. طب ينفع بقى يختم كل ده وما قال لك ايه؟ بس خلي بالكوا برضه الموضوع مفقوس. حبوا يطلعوا رمضان كوبري تركيا فانتبه مجلس الزمالك. وانت كده بتفيد مجلس الزمالك؟ هو ينفع رمضان يبقى كوبري عشان يجي الاهلي؟ يعني اهي دي اللي عايز السقف. طب انا عايز اقول حاجه يا جماعه بس يعني ما احنا لازم والله لازم نشوف يعني حل نتكلم في الحلول للموضوع ده. يعني الناس اللي بتطلع تهرت اللي بتقول اي حاجه. طيب لو هنتكلم على الضيوف انت ممكن في بعض اللعيبه اللي بتطلع النجوم يعني لعيبه مش مثقفه، لعيبه تعليمها على قدها، حاجات كتير، انما الراجل اللي ماسك برنامج اللي هو المذيع اللي ماسك البرنامج ده هو ده الوحيد اللي تقدر تسيطر عليه. لان انا لو كلمت دلوقتي كلمه مثلا اسلام ممكن ايه؟ مسؤول يقول لي يا كابتن لا بلاش الاتجاه ده مسؤول او بلاش الكلمه دي الكلمه دي مش عندنا صحيح. لكن لكن هقول لحضرتك حاجه الاستاذ عصام اعتقد يوافقني في هذا الامر او هو يعني اللي يقول لنا انه نسب المشاهده دلوقتي برضو ما هو انت أو الناس اللي بتتفرج بتتفرج على إيه؟ هو عايز الخناقة اللي ما بين فلان وفلان علشان يبقى مش المحتوى يبقى حاجة تانية. أنا قلت لك يا كابتن إسلام في الفاصل ولا مش صح. هو ده قلناه مرة أنا وحضرتك أيام ما كنا في الصالون اللي هي فكرة الإعلان على الطريقة الأمريكية اللي هو المهم كم حد حتى اللي بيقول لك يقولوك كذا ويقولوك كذا المهم العدد. هذه طريقة أمريكية في الإعلان والشو والمشاهدات. أنا في بداية الكلام يا أيمن قلت إيه؟ قلت يا جماعة هو انا مش مهم انا كراجل مثلا مذيع انا ينفع اطلع ما انا ممكن على فكره كل يوم ابقى ترند انا كنا بقول اكيد واقول كلمتين بس هقول وهتعرف تعمل وهقول كلمتين انت فانا هقول كلمتين قلت لهم يا جماعه لدرجه ان الناس بتبقى مبسوطه بالترند. الترند ده جالهم ازاي؟ جالهم عن طريق مهاجمتهم. ايوه يعني انا دلوقتي عايز ابقى ترند فمبسوط بقى بايه ان كابتن حشيش وابو علي ترند سلبي يعني ترند سلبي. دعايه سلبيه وده اللي ناقشنا انا وهو اللي هو على الطريقه الامريكيه واللي قاعد اللي هو الترند الاسم الترند ده مبسوط.